أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه جنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. الأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم نذير مبين. فلذلك أتمات الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر ومجنون تواصوا به بل هم قوم عطاهون. فتولى عنهم فما أنت بمن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سورة الطور مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور السقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء ميرا وتسير الجبال سيرا. فويل للذين يومئذ يومئذ المكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم ودعوا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعناهم ذريتهم بإيمان نحبناهم ذريتهم وما آلتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا وقال عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم قوم طاغون. أم يقولون تقول بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم قادرهم فهم من مغرب مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله ما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. سورة النجم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغوى وينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى في الأفق الأعلى وهو بالأفق العلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى ومن يتبع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليمسون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا وأساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكثى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن أخزاعه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وإن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأغنى وأنه رب الشعرى وأنه أغلى عدن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبلهم كانوا أظلم وأتقى والمؤتفكة عفوا فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذر من النذر الأولى أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة بين هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سورة القمر مكية بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الإنسان يقول الكافرون هذا يوم عصير كذبت قوله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمره قد قدر وحملناه على ذات ألواح وهو دسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ربناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر لقد أرسلنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد كيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نار أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر لقد أرسلنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدة نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسلنا قد فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعطى فاطر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد أرسلنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا عدد نجيناهم بسحر نعمة من عندنا إن كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمار بالنذر ولقد راودته عن ضيفه فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة وعذاب مستقل فذوقوا عذابي ونذر ولقد أرسلنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون بالنذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ بعزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة وأدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم ما أغفل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سورة الرحمن مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشمس والسماء والسماء ورفع فوق الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للمن فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال فالأكثر
وخلق الجهنم من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان معاد البحرين هل يلتقيان بينهما برزخا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان أسراف نقاعي وأثقلن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرق المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بيننا وبين حميم عنها فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان المتقين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن إنس قبلهن جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خلوات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رف خضر وبقلين حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سورة الواقعة مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأدراج ومسلمة واستنفكر غباء مبثا وكنت أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضعنا متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزلون وفاكهة مما يدخلون لحم طير مما يشتهون وحلون عين كامثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجن مخضود يوم حي ممدود وظل ممدود ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوع إن أنشأناه إن شاء فجعلناهن أبكار عربة أطرابا لأصحاب اليمين ثلة الأولين وثلة الآخرين وصاحب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكان يصيرون على الحيط العظيم وكانوا يقولون إذا مت كنا تربا عظاما إنا مبعثون أمرا إنا ندخل إلى الآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا يأكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشربون عليه من الحميم فشربوا شرب الماء هذا النزول يود نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرئتم ما تمنون انكم تخلقون ونحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت ونحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم ونشاكم فيما لا تعلمون لقد علمتم نشد ولا فعلوا ذكرون افرايتم ما تحمسون انكم تزرعون وام نحن الزارعون لم نشاء لجعلناه طبعا فظلتم وكونا ما قلنا نحن احمرون افرايتم الماء الذي تشربون وانزلتم من المزلم نحن المنزل لم نشاء جعلناه جنا فلا نشكر افرايتم النار التي تورون انكم انشاتم من شجرها ونحن المنشئ نحن جعلناها ذات كثرة للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوم لا يمسه إلا المطهر تنزل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعون إن كنتم صدق فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من كاتب الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما رزقناكم مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم في لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقهم إن كنتم مؤمنين والذي نزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم
ربكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ملك السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله حسنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وترى المؤمن المؤمنة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه رحمة الله من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله غرور فاليوم لا يؤخذ بما يؤمن منكم فدية ومن الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من عمهم قالوا فطلع عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلم أن الله يحيي الموتى بعد ما يحيي الأرض بعد موتها فقد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له وله أجر كريم ويوم أجر كريم الذين آمنوا بالله ورسله والأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجر عين ونورهم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أن الحياة الدنيا لعب له وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون له طمع وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور السابق إلى مغفرة من ربك وجنة العبد والسماء وأرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله وذي الفضل يؤتي من يشاء الله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسر لك لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يخلقون الناس من بخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقيم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد اللي فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قول قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا إلى نبي إبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم بالحسنى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة وغنوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي ما يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم.